سعيد بلقائكم، وأحسن ما في هذا اللقاء أني أعرف المجموعة كاملة، وهذا من فضل الله علي، يعني حتى أضمن أن المداخلات لن تكون قاسية. هذا الموضوع المقترح يعود، أو يعني قد هناك يعني عاملان لهما الفضل في ظهوري بهذه الصورة، وأنا من وعندي بعض الأعمال السابقة. الفكرة الأولى أو العامل الأول قصيدة بدر بن عبد المحسن رحمه الله، أرفض المسافة، وكانت هذه القصيدة حينما غناها محمد عبده في يومها يعني ثورة على مستوى الأغنية في المملكة في حينها، وكأنه كلمة رفض المسافة أو الكلمتان توحياني بهذا الرفض المستهدف في الورقة. العامل الثاني بصراحة هو الأستاذ شكري الحسني. أنا كنت يعني مقترح أن يكون رفض المسافة بين الشعر والسرد، فاقترح علي مشكورا بأن يكون بين القصيدة والحكاية. ومعنى هذا أني ما لي دخل في العنوان كامل، الجزء الأول منه ولا الجزء الثاني أو الآخر، لكن بأي حال فكرة اللقاء هذا تدور حول إلى أين نصل بالعلاقة، أو كيف قامت العلاقة بين الشعر والسرد. يعني لو حاولنا أن نستعيد الأصول التخوم، كيف كانت هذه العلاقة، وهل يعني ذلك أن التخوم القائمة الأولى كانت أكثر أدبية من الآن أم لا؟ يعني هذه الأسئلة الحقيقة حاولت اختبارها، فوجدت أن هناك بالفعل بعض النصوص التي تبقى أو التي بقيت حتى الآن تحمل هذا الإرث القديم، ووجدت من جانب آخر أن هناك بعض الشعراء تحديدا، وأخذت نموذجا لهذا بحيث أنني وجدت أن تجربته الشعرية بكاملها تأخذ هذا المستوى في العلاقة بين القصيدة والحكاية. فالتجربة الأولى كما قلت، أو التجارب الأولى لكتابة الفنون أو الأدب أو ما شابه، يبدو أنها ما كانت مقسمة، كانت أو ما لم تكن مجزأة، ولهذا نلحظ أن آثارا من ذلك يتبدأ في النصوص التي تكتب حاليا. فالنصوص التي تكتب حاليا إن كانت شعرا وفيها ذلك النفس القصصي، فإننا نلحظ أن هذه النصوص تحظى بحضور كبير جدا، وإن كانت سردا وفيها ذلك النفس الشعري، فإننا نلحظ أن أيضا هذه النصوص تحظى ب يعني حضور كبير. ولو أخذنا في التجربة اليونانية والتجارب الإغريقية أقصد والتجارب العربية، سنلاحظ أن الشعر العربي القديم يستند إلى السرد بشكل كبير. يعني لن تكون للمعلقات معلقة امرئ القيس قيمة ما لم نتمثل حكاية امرئ القيس، ولن تكون للإلياذة والإلياذة لهوميروس وغيره لن تكون لها قيمة ما لم نتمثل هذا البعد القصصي في هذا النص. يعني نلاحظ أيضا على مستوى الشعر التجربة الحديثة،
نلحظ أن هناك يعني على سبيل المثال كتابا لهم باع كبير في الشارية أو شاريتهم عالية جدا مثل محمود درويش على سبيل المثال، سنلحظ أنه يمسك بالسردية في يد وبالبعد الشعري في اليد الأخرى. من الكتاب القصص كتاب الرواية لدينا على سبيل المثال قولوا معايا رجاء عالم، لما نأخذ أعمال رجاء عالم سنلحظ أن أعمالها جميعا فيها هذا الاستناد إلى البعد الشعري. ألوان، نعم، محمد حسن ألوان، ومحمد حسن ألوان. يعني أنا ما أريد أن أتعمق كثيرا في التجربة السعودية لأن لدي أيضا يعني ما يثبت هذا الجانب في الكتاب السعوديين من البدايات. يعني تلحظ نلحظ أن معظم الكتاب الروائيين بدأوا بكتابة الشعر والاهتمام به. كمان أيضا لعلنا نلحظ يعني أنه على المستوى التجربة الشخصية بالنسبة لي لما بدأت أكتب عن رجاء عالم في حينها، كانت رجاء عالم يعني توها كتبت طريق الحرير، ولما بدأت أقرأ هذا العمل من أجل الكتابة عنه في مرحلة الماجستير وجدت نفسي أكتب شعرا أتفاعل يعني مع الكلمة الشعرية بعمق. فهذا البعد يعني لا ينسى بالنسبة لتجربة رجاء عالم. ونلاحظ أيضا في المستوى أنه لو نظرنا إلى عبد الرحمن منيف على سبيل المثال، سنلاحظ لو أردنا أن لو نقرأ رواية شرق المتوسط سنلاحظ أنه بين كل عبارة وعبارة سنجد أن هناك عبارة شعرية تتألق في هذا العمل. على أي حال هذه النصوص كانت ربما مدخلا لتجربة شخصية أو تجربة لشاعر كويتي وقد كتبت عنه في كتابي الأخير. هذا الشاعر اسمه صقر الشبيب. صقر الشبيب هو شاعر كفيف ويكتب طبعا ما له علاقة بالسرد، لكن تجربة صقر الشبيب من بداية ديوانه إلى آخره سنلاحظ أنها تجربة سردية بامتياز. يعني خلونا نأخذ مثال لبعض النماذج، يعني نماذج الشعر لدي. يعني هناك ما صرح به يعني لما سئل قيل له إن العميان سمان يعني أوزانهم زائدة، فقال فقلت لهم عمل عميان أسر وهل في الأسر يبتهج الأسير، فقالوا العمي أكثرهم سمان وهل سمن بلا أنس يصير، فقلت لهم سمان العمي ماتت مشاعرهم فليس لهم شعور، ألم يسلم من السمن المعري وبشار ومثلهما يسير. يعني لاحظ أنه استلهم جانب قصصي أو جانب حكائي في هذا النص. و يعني لم نلحظ أنه يعني لو أردنا أن نطبق البعد الهوية السردية على نصوص صقر الشبيب سنجدها بالفعل تعبر عن تجربته بشكل جلي. أنا أذكر أنه في معالجتي لشعر صقر يعني حاولت أن أضع منهجا يحاكي حركة الأعمى نفسها، يعني حركة الأعمى. وهذا المنهج يتمثل أو يعني يعتمد على ثلاث حركات يقوم بها الأعمى حينما يريد أن ينهض من مكانه. فأول مشهد هو مشهد التأرجح. التأرجح هو محاولة البحث عن عصا، فيكون بعيدا
عن العصا ويبقى متأرجحا غير ثابت. المشهد الثاني اللي هو الاستناد، انه يمسك بالعصا ويبدأ بالاستناد والوقوف عليها، ثم يصل، وهذه مرحلة الوصول، هذا مشهد الوصول والمشهد الثالث. حاولت أن أطبق هذا من خلال تجربة صقر الشبيب الشعرية، يعني أخذت الديوان وبدأت أقرأ هذا الديوان من خلال هذه المراحل الثلاث، فوجدت بالفعل أنه تجربة الاستناد أو التأرجح الأولى، أنه كان صقر الشبيب على عكس غيره من الشعراء الكلاسيكيين لا يستند إلى مكان، المكان عنده مغيب في أول ثلاثة أبيات أو أربعة أبيات أو خمسة أبيات، المكان مغيب، وهذا شيء طبيعي بالنسبة لفاقد البصر، فكان المكان في هذه الحالة مغيبا. ووجدت، ترى هذا ما هو شغال ولا شغال؟ شغال لك شغال. ووجدت أن هذه النصوص بصورة عامة تفتقد إلى المكان. غيب المكان في تجربة صقر، وكان يعني له يعني نماذج يشير فيها بالقول: وما للعمي في العرضات أنس فأمدحها بنظم أو نثير، وهل أثني على العرضات خيرا ولذتها خصوصا للبصير. هذا التأرجح كما قلت يظهر في جميع القصائد. المرحلة الأخرى اللي هي أو المشهد الآخر، مشهد الاستناد إلى 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 العصا، وهو ما يقارب أيضا في كتابة شعره. جعلت الاستناد أنه استناد إلى ضمير المتكلم، يعني هو يعني كأنه يبدأ يروي بضمير المتكلم، وهذا عدد طبعا غير قليل من القصائد، يعني أكثر من ثلثي الديوان تحديدا اعتمدت على هذا المدخل. وأحصيت عدد النصوص الشعرية اللي استندت إلى ضمير المتكلم، وبعض الضمائر أو بعض القصائد القليلة إلى ضمير استندت إلى ضمير المخاطب. ثم نأتي لما يقارب الوصول أو ما يشبه الوصول. هذا الوصول بالنسبة للشاعر يعني أنه يبدأ يشتغل على أنه يصل إلى معاناته الذاتية، بمعنى أنه يعود مرة أخرى إلى معاناته الذاتية ويستند إليها. هذا الجامع اللي يجمع بين كل هذه الثلاثة مشاهد كما قلت أنه منح القصيدة روحا سردية. هذا المنح يتبين ليس فقط في هذه الحركات الثلاثة التي يقوم بها الشاعر، وإنما يتبين في أن العنوان عناوين الشاعر في قصائده كلها محكية، يعني كأنها قصص قصيرة جدا وما شابه. فمن ذلك يعني نلحظ أنه من العناوين قوله: ألجأوني إلى نظمه دفاعا لا هجوما. يقول أيضا: حققوا بثورتهم الآمال بين العري والسغب من أعمى إلى عميان. يعني هذه النصوص تظهر بعدين. هناك نص يعني عناوين القصائد، وأنا كنت متحرزا في موضوع عناوين القصائد لأني كنت أتوقع أن المرحلة هذيك ما فيها يعني تقريبا مرحلة الستينات وما قبلها ما فيها عنونة، لكني تأكدت بالفعل أن هناك عنونة، ولهذا استندت إليها في هذا العمل. أيضا هناك حوارات سردية تظهر في قصائد صقر،
ومثل ذلك يعني نلحظ أنه يكرر الأفعال أقول لا تقل وقالوا، وهي أفعال كلها تؤكد الحكاية وتصنف الشاعر. وقال أرى يا صقر ما دمت لا ترى طريقك أن تبقى مدى الدهر في الوكر، يعني يتخيل من يخاطبه فيقول يخاطبه فيقول له هذا. قالوا اعتزلت الناس قلت لأنهم جروا على المحزنات صنوفا، يقولون لي يا صقر ما لك واقعا من الكف عن طير القريض على وكري. بهذا نلحظ أنه هناك حوارات سردية يكررها الشاعر باستمرار في نصوصه. يعني أيضا من هذه الحوارات يقول فقال دعوه يدعي الحب كاذبا وكيف إلى الأعمى تسرب وجده طريق الهوى للمرء رؤية عينه ونهج هوى صقر عماه يسده وإن لم يمت في الحب صقر كما ادعى فمستحكم الأعمار سوف يهده. طبعا هذه ببساطة ملخص للورقة، وهناك الحقيقة جزء آخر لكني لم أرد الخوض فيه لأنه قد يشكل داعما آخر لهذا الموضوع، وهو في تجربة الكتابة الروائية المحلية في البدايات، كيف بدأت الكتابة الروائية المحلية أو كيف بدأ الكتاب الروائيون المحليون. أشكركم على استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله. الذي عنده مداخلة أو عنده تفضل دكتور صالح. السلام عليكم. عليكم السلام. شكرا جزيلا دكتور. ما في صوت يهمني بدون يا صوت الكاميرا بدون فأنقل هذا، يهمني صوت الكاميرا عشان أنقل هذا. شكرا جزيلا لمقهى أدب أولا، وأيضا شكرا جزيلا للدكتور معجب على هذه المحاضرة الجميلة المثيرة كعادته دائما يثير الإشكالات. لدي بعض الملحوظات، طبعا أنا سأعلق على أو وفق فهمي لما طرح هذه الليلة، وقد لا أكون يعني لا يكون فهما جيدا. قضية العلاقة بين السردي والشعري يعني هي معروفة ومتداولة، فهناك تراسل بين هذين النوعين. لفت انتباهي في محاولتك للجذور أو التأصيل أنك اتخذت الشعر، اتخذت القصة أولا والشعر ثانيا عندما قلت امرء القيس والقصة التي سبقت، لكن أنا أعتقد أنه في الشعر العربي القديم القصيدة أولا والقصة ثانيا. نعم. حسب ما يعني ما أرى. النقطة الأخرى المتصلة بالعنوان، أنا أعتقد أنه يستحيل أن نتمكن أو أن نستطيع أن نرفض هذه المسافة بين الشعر والسردي، ولو كان الأمر ممكناً لما تمكنت من كتابة هذه الورقة، لو كان الأمر يعني مفروغ منه لما كان لكتابة هذه الورقة معنى، لكن المسافة قائمة. وما قدمت الليلة هو كيف يفعل الشعراء في يعني هذا التراسل بين هذين النوعين الكتابيين. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. شكرا دكتور صالح. ما أدري هذا واضح. طيب بالنسبة يعني هي محاولة رفض الحقيقة، ليست هي محاولة. أنا لم أقول بأنني سأضع أو سأعيد سأخلط الشعر مع، لكن هي محاولة عودة إلى الأصول الأولى، إلى ما الذي كان ولماذا
يا تحضر، يعني أنا أردت أن أشارككم هذا، لماذا تحضر في أذهاننا هذه التجربة؟ يعني نتفاعل معها بصورة أكثر من غيرها. يعني لما يأتينا شعر مجرد من القص فإنه يكون تفاعلنا معه أقل، بس إذا في قصة في شعر قصيدة يكون تفاعلنا أكثر. لما يأتينا أيضا قصة مكتوبة بلغة شعرية يعني كأننا يعني نصاب بنوع من التفاعل الكبير معها. وكنا نقول يعني إنه والله ربما يكون السرد متحررا من الشعر، لكن يبدو لي أننا كلما مشينا يعني نلاحظ إنه التمايز الذي يقع، التمايز يعني أنت لما تلاحظ النصوص اللي تفوز بالبوكر والنصوص اللي أغلبها فيها هذا القالب أو فيها هذا النفس الشعري، ما أظن أنه ممكن نتهاون عن دور الشاعر اللي يحضر أو النفس الشعري المكتوبة به الرواية. كنا نقول لا ربما يكون الأمر أقل من هذا وأقل حدوثا، لكن نلاحظ أنه فيه أكثر تأثيرا. وأنا بصراحة استجلبت هذا النموذج لصقر الشبيب لأنه قد يبدو لي أنه نموذج بعيد عن المؤثرات، يعني واحد كفيف وهو بعيد عن المؤثرات، قد تكون تجربته أكثر. خلينا نأخذ أبو العلاء المعري على سبيل المثال. أبو العلاء المعري ستلحظون أن تجربته مرتبطة بإنتاج ما هو شعري وما هو قصصي. ترى يبدو لي أن الأعمى قد يكون له التفاعل الأكثر في المشهد. شكرا جزيلا دكتور. عندي سؤال آخر، أحد لديه مدخلة؟ هلا تفضل. هل تشجع يعني خط الشعر بال؟ والله ما أشجع أنا للأهلي، أشجع الأهلي والأهلي ما يفوز. طيب لا أقصد يعني أن الشعر مش بس النص يكون يعني كلماته شاعرية، وإنما أيضا يدخل بعض الأبيات وبعض يعني النصوص التي يعني تدعم من الحكاية، وخاصة مثلا في قصة قصيرة مثلا إن كان مثلا يبدأ يعني خلجات النفس مثلا ممكن أن توصف بشعرية معينة، حديثه عن حبيبته أو عن علاقته مع الآخرين، أيضا علاقة الخوف، علاقته مع الخوف أو شيء زي كذا، كله بنصوص شعرية لها رذم، لها يعني موسيقى، أو لها خلنا نقول ممكن تكون قافية ولكن ممكن ما تكون موزونة أو شيء زي كذا. هل في مثل هذا في تجارب حالية يعني ترى أنها موجودة؟ وهل هي تصلح في الرواية ولا في قصة صغيرة أو قصيرة أفضل من محاضرة؟ لأنه يعني أصلاً أي شعر أو أي قصيدة معينة هي يعني حكاية قصيرة جدا ولكنها مختزلة ومكثفة. إذا كان خلطنا الكلمات زائد الشعر في قصة قصيرة مثلاً، بدل ما تكون نص صفحات تكون مثلاً ثلاث أربع صفحات مثلاً، هل هذا تشعر؟ نعم. شكرا على سؤالك. بالنسبة لتقسيمات الفرعية للأشكال سواء الشعرية أو السردية، سنلحظ أن التقسيمات ستصل بنا في النهاية إلى قاف قاف جيم، أليس كذلك؟ ستصل بنا هناك، من هناك في يعني ما يسمى شعرا، ستصل بنا إلى النص الشعري المقتضب جدا والذي يصعب على كثير من الناس أن يميز بينهما. يعني كأنها عودة، يعني مع التفريقات اللي صارت بين الشعر والنثر كأن أصبح لدينا عودة
ويعني دورة مرة أخرى إلى امتزاج الشعري بالنثري. خلينا نقول أن قاف قاف جيم جزء من شعريتها أو جزء من جماليتها إن صح التعبير هو أنها مكثفة كما تفضلت، وهذا التكثيف هو شعر. هنا كأنه في امتزاج توصل له أو تقابل توصل له الأشكال الصغيرة المفتتة من الشعر من جانب والرواية أو السرد من جانب آخر. أنا بالنسبة لي والله ما عندي موقف معين، يعني ما هو موقف بالفعل رفض، وأنا قلت لك يعني، لكن هو موقف أنه لدينا احتمالات كائنة، لدينا احتمالات كائنة بأن تقبل أو تلقي الناس أو تلقي الأدباء والنقاد وكذا يعتمد على مثل هذه الالتفاتة اللي التي يمتزج فيها الشعري بالسرد. شكرا. سائل آخر. دكتور حس تفضلي. لا معك. الزر الزر الزر. قد أغلقوا من غيرك. كما يبدو. لأني أسمعهم أنا ما كان. السلام عليكم. عليكم السلام. ترى ما اشتغل من أول وأنا أتكلم فيه ما هو شغال. الآن نعم. قفلت من الزر. شكرا للدكتور معجب. على هذه المحاضرة الثرية. أنا سؤالي عن غازي القصيدي. غازي القصيدي يعني كان شاعرا وكتب كذلك في السر. أنا في رأيي أن هذا النفس الشعري الذي نتحدث عنه لم يظهر في رواية غازي القصيدي، يعني لغته سردية حوارية لكننا لم نجد أثرا لهذا الشعر في روايته. هل تعتقد دكتور ماجد أو تظن أن يعني غازي القصيدي عندما كتب روايته أنت تتحدث اليوم عن رفض المسافة، هل تظن أنه يعني لم يرفض هذه المسافة وأراد أن يفصل بين شعره وسرده، وهو الذي حتى يعني مثلا في رواية عندما كتب الجنية صحيح أن كلامه كان يعني على سبيل الحيلة الفنية إن شاء الله نقول، عندما قال أنا لا أكتب رواية إنما أكتب الحكاية حتى يعني أحمي نفسي من تقعر النقاد، يعني حتى في هذا الجانب وهو يؤكد على أنه يكتب حكاية وكأنه يعني يرفض هذه المسافة التي تقرب هذه الحكاية للشعر، ما رأيك في هذا؟ شكرا جزيلا دكتورة. يعني ربما كانت شقة الحرية إذا أخذنا تفصيلا لأعمال غازي، ربما كانت شقة الحرية بعيدة فعلا عن التمثل الشعري، بينما الأسطورية أعتقد أن غازي استند على من هو أشعر منه في رأيي وهو المتنبي، فكان يعني البارتيس اللي هو عنده في كل فصل ما يبدأ إلا بأبيات المتنبي حتى داخل الفصل، يعني بمعنى أن المتنبي كان حاضرا بقوة في تجربة الغازي. جنية فعلا لغة مكتوبة بمستوى شعري أكثر بكثير من ما هو موجود في ولعل هذا التفاعل منه كان مناسبا لمستوى البعد أو بيئة الرواية نفسها، لأن بيئة الرواية كانت تستدعي أن يكون يعني يتعامل مع كائن غير مرئي أو ما شابه، فهو كان حريص على هذا، لكنه في تصوري أن
أفضل أعمال غازي العصفورية. فالعصفورية في تصوري أنها كانت مستندة على الشعر بشكل كبير، وحتى الجنية كان فيه أيضا استشهاد بكثير من النصوص الشعرية. ما يعني هذا أنه غازي يعني ليس النموذج الوحيد إن كان لم يكتب أو لم يمزج هذا بهذا، لكنه الكثير من الأدباء مزجوا وتفاعلوا مع هذا. وإذا لاحظنا في التجربة المحلية، خلونا أقول السر اللي يعني كنت أبغى ما أطلعه، لكن في التجربة المحلية سنلاحظ أن هناك عبد خال يعني كتب روايات كثيرة بأسلوب سردي وما في، لكنه سنلاحظ أن عبد خال كتب حوار على بوابة الأرض بلغة شعرية مكثفة جدا. يوسف المحيميد أعماله الروائية كلها يعني أعمال مجردة وبيور يعني من الشعر، لكنه لما كتب رجفة أثوابهم البيض كانت يعني متعالية في لغتها ومكثفة اللغة. هل وأنا أتساءل معكم، هل الروائي يجد أن حضوره لا يتم إلا بالكتابة الشعرية؟ ربما حقيقة يعني أنا يبدو لي أن كثير من الروائيين يدفعون أنفسهم أو يدفعون كتاباتهم إلى هذا الأمر. وحتى النقاد يعني أنا ألحظ أن كثيرا من النقاد منهم الدكتور صالح يعني لازم يطلع لنا بين فترة وفترة بنصوص شعرية ولا لا؟ فيعني موجودة يعني كأنه يعني الدورة تفرض عليه أن يعني يكتب شعر. أنا أجد نفسي أحيانا أنه أكتب نقدا وأجد أنه بصراحة فيه جفاف كبير، فأتحول بقدرة قادر في لحظة أني أكتب نصا قصيرا ممتعا وأنا استمتع به. فيبدو لي أن بالفعل هذه الفكرة تبدو ملازمة لكل من أمسك بالقلم. أنهل الأمر. في سؤال نعم. محمد من أول. هذا دكتور زحمة أنت اللي سويت خلف الزحمة. شكرا جزيلا دكتور. عفوا. أنا كنت أتمنى أن أحضر من البداية، لكن ما لا يدرك كله لا يدرك كله، بس أنا استوحيت من خلال الحديث الأخير على أن الروائيين يحاولون أن يكون لهم نصيب من الشعر أو الشعرية بأي طريقة كان. لعله يظهر السؤال هنا، هل هذا الأمر أن كل من مارس الجنس الأدبية حتى الدكتور صالح وهو متخصص في السيرة يخرج لنا بمقاطع شعرية من وقت لآخر، هل هذا يدل على تعالي فن الشعر على باقي الناس الأدبية، بحيث أن الكاتب الأدبي الكاتب يظن أنه لا يصل إلى المستوى اللغوي الراقي إلا إذا مس الشعر مسا بأي شكل من الأشكال؟ شكرا. شكرا جزيلا دكتور. هو ليس الشعر يعني سأفترض أن قصيدة معلقة امرئ القيس لو لم تكن معتمدة على القص لما ذات يعني وهي شعر، يعني بمعنى لو لم تكن قصص الحب التي واردة في المعلقة ولو لم تكن قصة
معلقه عنتره مع عبله وقصه علاقه بالقبيله وكذا. ولو لم تكن يعني معظم المعلقات حتى التي ليس فيها قص في داخلها ياتي المنظرون ويضعون لها مناسبه قصصيه من اجل ان تستند الى القص. فيعني انا اتصور ان المساله عمليه متبادله ليست افضليه للشاعر، لكن لما نتكلم عن تجربه صالح ولا تجربتي او غيرنا نظرا لانه يعني الواحد بيخرج مما هو فيه الى مجال اخر او الى مجال ارحب. لكن لو كان هناك شاعر يعني يكتب على طول شعرا فانه اتوقع انه سيسند نصوصه بالتجارب او بالكتابه القصصيه في لحظه ما. ولو نظرت يمكن تجربه قصيده النثر على صعوبتها ابرز النماذج اللي تظهر فيها قصص واضحة ومبينة وممكن أن تستلهم من داخلها سردا ما. هناك سؤال كمان عند الدكتورة عبير الجلد. عبير، شكرا جزيلا دكتور ماجد، شكرا جزيلا للاعداد، يعني سعدت الاسبوع الماضي بتقديم لقاء هنا وسعدت ايضا اكثر اليوم بحضوري للقائك وايضا البارحه بحضور لقاء الدكتور صالح. يعني سعيده جدا ايضا بالمجموعه الموجوده، دكتور ماجد درسنا في مرحله الدكتوراه وله فضل كبير علي، دكتور صالح درسنا في مرحله الدكتوراه وله فضل كبير علي، دكتور منور ناقشني، دكتوره قصه ناقشتني، دكتوره رسمه ساعدتني في الخطه، ف يعني الحمد لله. بالزيت هي الجميع. لهذا جلست منتصف. يمكن بعد هذا مثل سؤال ممكن يزعل شوي، يعني شعرت من كلامك كأن الشاعر أو الكاتب يتبنى الشكل الأدبي الذي يريد أن يكتب به، ولا أظن ذلك، أظن أن الشكل الأدبي يأتي مع الفكرة، يعني لا يختار الشاعر أن يختار أو أن يحدد هذه التجربة بهذا الشكل الأدبي، الفكرة هي التي تفرض شكلها، حينما تأتي الفكرة، حينما يأتي الشعور تأتي بشكل كامل. ربما هناك تجارب لشعراء، ربما هناك تجارب لروائيين ان يخرجوا قليلا من الطريق الذي تعودوا عليه، لكن في النهايه يعود الى الشكل الامثل الذي يراه مناسب لهذه الفكره بغض النظر عن تنظيرات المقال. هل هذا الكلام صحيح؟ شكرا جزيلا دكتوره، وشكرا جزيلا على ثنائك، سارد على الزملاء ايضا. أنا أوافقك بالفعل أنه هناك يفترض أنه الأديب أو المبدع أنه ابن اللحظة، لكن القوالب هذه القوالب الموجودة في ذهن أذهان المبدعين لها دور كبير في أنه يتمثل قالبا معينا. ونحن نعرف أن يعني في لما سئل لما طلب أبو نواس من أظن أبي عمرو بن علاء أن يكتب الشعر وسأله قال اذهب فاحفظ ألف بيت، ثم عاد إليه فقال حفظت ألف بيت، قال اذهب فانسها، ثم عاد إليه قال نسيتها، قال الآن أكتب الشعر. فالفكرة في هذه القصة، وأنت لاحظي أن هذه قصة وجاءت تحكي عن موضوع شعري، انه هذا الفكره فيها ان النموذج يبقى في ذهن المبدع، يعني القالب يبقى اللي هو قالب الكتابه الشعريه. ولهذا يعني ما كانوا الشعراء قبل الخليل بن احمد يعرفون هذا بحر طويل ولا هذا بحر وافر او ما شابه، لا، هم لديهم قوالب في اذهانهم، فالقالب هو اللي يحكم الكتابة بالنسبة له. ولهذا يعني كأنه يصب شعره في أواني مستطرقة بحسب التفصيل الذي يريده.
لو لم يكن قاز شاعرا ايضا سيصب ابداعه بالصوره التي يريدها. يعني لا اتصور ان يعني هناك تجارب، هناك تجارب الحقيقه موجوده لكتابه النثر في العصر العباسي، ممكن الدكتوره بسمه تعرف هذا، لكن هذه التجارب ليست بالنضج اللي الان وصل اليه كتابه، وصلت اليه كتابه النثر، لان القوالب بدات يعني تثبت في اذهان الناس، فكانه القالب الشعري او القالب السردي لهما الدور الكبير في الصياغه. شكرا لك.